السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة. معاكم عمر الطاهر من سبيجليش. دي الحلقة رقم 13 من كورس البرنانسيشن أو كورس النطق، ودي سلسلة بنتعلم فيها النطق الأمريكان، وده هيفيدني كتير قوي لما أجي أتكلم إنجليش إن اللي قدامي يفهمني بسهولة، ولو بسمع أي حد بيتكلم إنجليش أقدر أنا كمان أفهمه بسهولة. النهاردة إن شاء الله هنتعلم السايلنت تي. الفيديو إن شاء الله كالعادة هيبقى متقسم أربع أجزاء، أول حاجة النطق الغلط، تاني حاجة النطق الصح، تالت حاجة قاعدة ودي بعرف إزاي أنطقها وإمتى أنطقها، ورابع حاجة أمثال عشان نطبق على الموضوع أكتر والموضوع يثبت أكتر. خلينا نبدأ، وأول حاجة معانا النطق الغلط، فبقول انترفيو انترفيو 20 accounting accounting international international. تعالوا بقى نشوف النطق الصح، interview interview 20 accounting accounting international international. طيب القاعده هنا سهله وبسيطه جدا، لما بلاقي الان تي جنبي جايين جنب بعض كده، ان وبعديها تي ان تي كده جنب بعض، ما بقولش التي خالص، ما بقولش التي خالص. فمثال معانا مثلا زي انترفيو، مش بقول انترفيو، بقول انترفيو انترفيو انترفيو. ليه؟ عشان الان تي جايين جنب بعض، فبقول انترفيو انترفيو 20. برضو نفس الموضوع ان تي، فبقول 20 20 20 20. بقول برضو اكاونت، طبعا في اكاونتنج هنا انا عندي حاجتين، الان تي فمش بقول التي خالص، تاني حاجه الجي برضو نفس الموضوع كنا اخدناه في حلقه قبل كده، فبقول اكاونن 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 اكاونن، وبرضو بقول انترناشونال انترناشونال. طيب رابع حاجه معلو بقى ناخد بعض الامثله عشان الموضوع يظبط اكتر، ديسابوينن ديسابوينن ديسابوينن، اكاونبل اكاونبل اكاونبل، دينست دينست دينست، انتلكتشوال intellectual intellectual, quantity quantity quantity, advantages advantages advantages, international international international, center center center, cantaloupe cantaloupe cantaloupe, plenty plenty plenty, Atlanta Atlanta Atlanta. طبعا هنا ال N T انا مش بنطق T، فنا اتلانا، والتي الاولانيه دي طبعا التي اللي احنا خدناها المره اللي فاتت اللي هي الهيلثي، فلو ما شفتهاش شوف الحلقه اللي فاتت. تعالوا بقى ناخد بعض الامثله لبعض الجمل، there are many advantages to working for that international company there are many advantages to working for that international company there are many advantages to working for that international company, I'll be disappointed if they don't call me for an interview I'll be disappointed if they don't call me for an interview. I hear they're looking for someone with interpersonal skills and plenty of energy. I hear they're looking for someone with interpersonal skills and plenty of energy. I hear they're looking for someone with interpersonal skills and plenty of energy. It's only 20 minutes from Santa Monica. It's only 20 minutes from Santa Monica. It's only 20 minutes from Santa Monica. دي كانت حلقتنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا. متنساش تشوف الحلقات اللي فاتت من الكورس ده، هتلاقيها على اليوتيوب في القناة. لو عندكم أي استفسارات أو عايزين حلقات معانا عن مواضيع معانا اكتبوها لي تحت في الكومنت. متنساش اشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الحاجات الجديدة، وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. شكرا ليكم وباي باي.